ليش ما بتعملي شيء له علاقه بالفوازير؟ بصراحه امبارح كان في حديث عن هذا الموضوع. ماجي بوغصن وخالد القيش. انا اكيد ما رح نتخطى الحدود، بس قديش رح نزكزك بعد هيك شوي. ليش متخانقين انتوا جماعه؟ انا رح يكون في اسئله اول مره بتعرفوا اجوبتها من ماجي. كيف بتعبروا عن الاكتئاب؟ بصراحه مع الاثنين العاشره بتوقيت السعوديه على MBC 1.